شنو الرأي ديالك؟ والعيد ضروري خصو يديروا الناس انه مولفينو وكورونا راه حنا غاديين معها معايشين معها حتى تمشي في حالها وصافي. وشنو الرأي ديالك واش العيد غادي يدوز بحال جميع الاعياد اللي دازت؟ لا، ما بالنسبه للاعياد العاديه اللي دازوا لا، هذا نقص انه الناس مقصحه بزاف، الناس ما عندهاش باش تشري، وسيرتو اللي عنده الدراري صغار، مازال اللي عنده الدراري كبار راه غادي ديباسي، يقول ما يدير بنقص من العيد، ولكن اللي عنده الدراري صغار ملتزم باش يشري العيد. ايوا هادشي اللي كاين، تيخص الناس تعاون. قلتي ان العيد ضروري يكون، شنو الحل الامثل بالنسبه لك؟ شنو الحل اللي كيبان لك مناسب بجميع الناس تعيد وجميع الناس تحس بديك الفرحه ديال العيد الكبير اللي موالفينها؟ ايوا خصهم دوك الطبقه اللي ما عندهاش التعاون باش تشري، هما الناس الطبقه المويان راه عندهم باش يشريو، لي روتريتي وداك الشيء وهذا كلهم عندهم، ولكن بحال اللي ما عنده شيء وهذا هذا راه ضروري خصو الاعانه. اه خصو الاعانه، ضروري الاعانه. يعني بعض الناس كيقولوا بان يعني ما باغينش العيد وهكا، يعني كيقولوا يعني نقدروا نلغيو، ولكن ما كنظنش انه هذا ماشي حل، يعني هو كيبقى سنه نطبقوا ونلتزموا به ولكن في حدود، يعني نبقاو ملتزمين بالحجر الصحي، يعني ما نفوتوش القوانين بزاف باش نحافظ اكيد على السلامه ديالنا. يعني ماشي مشكل الى هذا العيد ما تجمعناش مع الاحباب يعني العائله وهكا، ما فيها باس، الانسان يصبر. العيد الكبير اختي هذا العام بحال ماشي بحال كاع الاعياد اللي دازوا من قبل، هذا العيد ناقص بزاف بالنسبه للانسان اللي من البحار مش مساكن، كاين اللي الناس مضروره، الناس مضروره بزاف، ماشي بحال جميع الاعياد اللي دازوا الناس كانت بداك خدامين، دابا الناس جالسه بالخدمه، جالسه من الخدمه حابسينهم، ما كاينش تعويضات، ما كاينش بزاف د الحوايج. والحل الحل اللي دارته الدوله ولا هي اللي فيدها كل شيء، بالنسبه للناس اللي من البحار مش ما عندهم حتى شي حل والو. ما عندهم شي حل كاع ابدا، الناس اللي الله سبحانه وتعالى شي اللي كاين يتعاملوا عادي. نجيوك صراحه وحنا دابا كنتعاملوا عادي، الناس ملي ما مشيتي كتلقى الشوقه كتلقى بزاف الحوايج. انا لاجي ناقص من جميع النواحي، الانسان بارك عاطل على العمل ما كاينش، وجا العيد والضغط يدير نفسه بان هذا الفيروس اللي هذا الكورونا اللي كاينه يعني تجمعت على بنادم من جميع الجهات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.